وبالنسبة للمسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، شيخ الألباني رحمه الله يحسن أو يصحح حديث رواه البيهقي عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: مررت على أناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، يعني في المسجد، وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني الحرام والأقصى والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظه وأخطأت وأصابه. هذا بالنسبة لدليل الشيخ الألباني. الأمر الآخر، مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاث، هذا بقول جماهير العلماء أنه يجوز الاعتكاف في غيرها، ولا يشترط أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، واستدلوا على ذلك بقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام أصوليا في لفظة المساجد تدل على الاستغراق، يعني يشمل كل مسجد، يشمل كل مسجد، إلا ما دل الدليل على عدم صحة الاعتكاف فيه، كالمسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة. طيب، والبخاري بوب لهذا في فقهه فقال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية. ولم يزل عمل المسلمين على الاعتكاف في مساجد بلدانهم، ذكره الطحاوي في مشكل الآثار. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الاعتكاف في المساجد الثلاث الحرام والنبوي الأقصى فقال: الاعتكاف في المساجد الثلاث الاعتكاف في غير المساجد الثلاث جائز، والاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاث، بل يكون فيها وفي غيرها. وهذا قول الأئمة الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. فنحن لا نريد هنا أن نتعصب لقول ما عليه دليل، بل إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما بالنسبة أصلا لحديث حذيفة بن اليمان: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا الحديث كما قال الشيخ بن عثيمين وإن سلم من القوادح فهو نفي للكمال وليس نفي للإجزاء، فهو نفي للكمال وليس نفيا للإجزاء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لما نقول الوضوء مرة يجزي، لكن الكمال إنك تتوضأ ثلاثا ثلاثا، مثل أن نقول الاغتسال من الجنابة بتعميم الماء على جميع البدن نقول يجزي، لكن الأكمل هو أن تغتسل بصفة الغسل الواردة في حديث ميمونة وغيرها من أمهات المؤمنين. فنفي الكمال لا يدل على عدم الإجزاء كما هو معرف في القواعد الأصولية، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا صلاة بحضرة طعام، فهذا نفي ماذا؟ نفي كمال. لكن الإجزاء لو واحد صلى والطعام موضوع فتصح صلاته، لأن ما لم يشغله أمر الطعام عن الصلاة. الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاث فقال: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، ولكن لابد أن يشترط أن تكون تقام فيه صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة. فإذا لم تقم فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه ذلك، لأن أوفي بنذرك. هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهذا هو الذي عليه الفقهاء. ويظل شيخنا الألباني رحمة الله عليه كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه. نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ورحم الله شيوخنا جميعا، شيخ بن باز، شيخ الألباني، شيخ بن عثيمين، جميع المشايخ رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين، واحفظ وترزقني برأي رب العالمين. تمت على صوتين في منسلخ شعبان لعام 43 و 4000 من سيدنا عليه الصلاة والسلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.